السلام عليكم، راح اجي هسه اسوي ريفيو على ملف طب ميسان. اخذنا انه البرونكيول اللي مفتوحة احد نهاياته على داكت يسموه ريسبيراتوري برونكيول، والطريق هذا الداكت اللي مفتوح عليه يسموه الفيولار داكت، ونهاية هاي الالفيولار داكت راح القى كيس مليان الفيولاي اللي هو الالفيولار ساك او الفيولار ساكيول. هذا الالفيولار ساك راح يتكون من الفيولاي هواية، فلما اجي اقرب عليه راح اشوف هذا الشكل، راح القى الفيولاي 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 هواية متجمعة ومسويت لي الفيولار ساك. فلما اجي اقرب على الالفيولاي الوحدة هاي راح اشوف هذا المنظر. الالفيولاي تتكون من نوعين من الخلايا يسموها تايب 1 الفيولار سيل او تايب 1 نيموسايت، اللي هي هاي الخلية الفلات اللي تكون حدود الالفيولاي، تكون فلات ودا تسوي لي حدود. هاي الخلية مسؤولة عن التبادل الغازي. هاي الخلايا اللي تكون دوائر يسموها تايب 2، تايب 2 تمام، الدائرية تايب 2. هاي التايب 2 الفيولار سيل او تايب 2 نيموسايت هي هاي اللي تنطي السورفاكتنت، السورفاكتنت اللي يمنع ان اللنج تنكمش، يعني يقلل الشد السطحي. زين، بعد هاي هي تايب 2 اللي تنطي سورفاكتنت، وهاي اللي ده تسوي الحدود هي تايب 1. هذا اخر سلايد. تايب 2 تصير دائرية، تايب 2 الفيولار سيل تنطي سورفاكتنت، وهاي هي تايب 1 اللي ده تسوي لي الحدود، وهاي بصفها اكو كابيلاري حتى تسوي التبادل الغازي.